لا على الإطلاق. لماذا؟ لأن السلالة هذه الهندية فاريان دلتا هذه على حسب الإحصائيات اللي نظن 15,000 أو 20,000 مسافر منذ فتح الجزئي نتاع الجوية، يعني نتاع الخطوط الجوية نتاع الحدود نتاعنا، كاين هناك توشي في حوالي 10 و 20 ناس اللي عندهم تأكيد بأن عندهم كورونا بفضل RT-PCR. إذا هذا الشيء ضئيل. هذا العدوى هذه الدور في بلادنا، وهذا هي في الواقع المسؤولية، ماهيش مسؤولية نتاع الناس اللي جاوا من الخارج داروا الفصيدة. نظن وقلنا بأن اللي جايين من الخارج يعني مغتربين وغير ذلك، يعني اللي عندهم احتياج باش يدخلوا لبلادهم، المصير تاع الجزائري يدخل بلاده عندما يدير اللقاح، عندما يدير RT-PCR تاع 72 ساعة يعني مضت، يدير هنا عند قبل الإقلاع، هنا يدير عند الوصول يدير تيست نتاع أنتيجينيك. هذا يكفي على الإطلاق باش يمشي إلى بيته ونكفف يعني الرحلات صراحة. لماذا؟ لأن ما نجوش نعزل الجزائر أكثر من راهي عليه. حنا الإشكال هو في بلادنا، لأن ما مشيناش مع الإرشادات، مع جميع الوسائل الوقائية، مع اللقاح. هذا المسؤولية تحدد، ربما مسؤولية جماعية نتاع الشعب الجزائري، ربما تاع السلطات. مثلا بالنسبة للقاحات، تذكروا عندما تكلمنا عن اللقاحات في شهر جانفي كان اللقاح ماهوش موجود، درك أصبح اللقاح موجود، الناس يقول لك ماهوش مليح إلى غير ذلك. لا، لازم نهائيا نتفاهموا ونفهموا الشعب الجزائري باللي الوسيلة الوحيدة الظرفية هي الوسائل الوقائية، النهائية هي اللقاح الفردي والجماعي.